الشام والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال نسم هوا الغربي نسم والقمر عتلال يتطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبال قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا قاصدنا من حبه فينا وعالبيدر جاي يلاقينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا يسهر معنا ويسلينا ويلعب دبكي عغنانينا وهوى الغرب علينا ينسم ويردد موال نسم هوى الغرب ينسم والقمر عتلال يطلع فينا ويتبسم شايف حاله قبالنا شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما إلا له بيسمعنا ومن كلمة بيلحظ عالمعنى شو ما عملنا بيطاوعنا وخطوي خطوي بينقل معنا شو ما عملنا بيطاوعنا خطوي خطوي بينقل معنا شو ما عملنا صباح الخير ليا يسعد لي صباحك كل سنه وانت سالمه يا نور ينعاد عليك يا رب عليك. بالخير والصحه بنتمنى يا رب سنه 2021 تكون حامله الخير والبركه لكل الناس يا رب تكون خير وسلام على كل بلدنا الحبيب سوريا رحلتنا الصباحيه بلشت فيها مواضيع بتهمكم وبتلامس حياتكم اليوميه واكيد نوجه تحيتنا دائما بالبدايه لحراس الفرح والامان رجال الجيش العربي السوري الله يحميكم يا شباب وعن جديد يسعد صباحك يا نور وينعاد عليك وعلى عيلتك بكل الخير يا رب على كل الناس بتمنى ان شاء الله سنة حلوة بدي اتمناها على كل الناس سنة صحة وخير وارزاق كثيرة وان شاء الله هيك تنعاد على الكل بكل شيء بتحبوه وتكون سنة حلوة 2021 بنقول يا رب عم نطلع عليكم اكيد كل يوم من مطعم بابيليتو بدنا نقول له شكرا على الاستضافة ولكن بالبداية وين نروح؟ نروح بفقرة البداية مع هل تعلم معلومات مفيدة ممكن تتعرفوا عليها لأول مرة وممكن تكونوا بتعرفوها بالتقرير التالي هل تعلم أن ما يلفت انتباه الزوج لزوجته هو أن تبدو منزعجة وحزينة؟ بينما يلفت انتباه الزوجة لزوجها هو أن يبدو مرتاحا وسعيدا هل تعلم أن ما يقلق النساء هي الأمور التي دائما ينساها الرجال؟ وهل تعلم أن ما يقلق الرجال هي الأمور التي دائما تتذكرها النساء؟ هل تعلم أن قلة النوم تسبب التجاعيد للإناث أكثر بكثير مما تسببه للذكور؟ لذلك حذر الباحثون من السهر المتواصل للإناث هل تعلم أن حواس الإنسان ليست 5 ولكنها 20 فمنها حاسة التوازن والحرارة والعطش والشبع والاختناق هل تعلم أن لو دماغ الإنسان كمبيوتر لتمكن من تنفيذ 38 ألف تريليون عملية حسابية في الثانية؟ أولى فقرتنا رح نروح على فقرتنا الطبية والخاصة بالعين ورح نحكي عن مرض وهو المي السوداء وكثير ما بنسمع أو يقال بأنه هو تلف بأنسجة العصب البصري مما يؤدي لفقدان أجزاء من الرؤية فما هي أسباب هيدا التلف وما هي الأعراض والطرق العلاجية رح نطلع أكثر عن المي السوداء في العين مع الدكتور باسل فاعوري اختصاص امراض العين وجراحتها صباح الخير دكتور يا صباح النور وانت سالم انتم سالمين وجميع مشاهدينا يا رب الف خير يا رب صباح الخير عن جديد بالبدايه خلينا نعرف الناس شو يعني المي السوداء يعني شو هي فينا نعرف اكثر يمكن اعطينا هيك تعريف بسيط بالبدايه المي السوداء هي الاسم العامي اللي بيطلقوه الناس على مرض الجلوكوما يلي بيصيب العين مرض الجلوكوما حقيقة هو مرض العصب البصري بينجم عنه أذية مترقية بألياف العصب البصري
بتؤدي لحدوث أذية بالساحة البصرية، تبدأ بالمحيط ثم تتجه باتجاه المركز. للأسف هذه الأذية تكون غير عكوسة، بمعنى ما يفقد من الساحة البصرية يفقد بشكل نهائي. بيبقى دورنا بالعلاج هو المحافظة على جزء المتبقي من الساحة البصرية. هذا المرض بيختلف عن الماء الأبيض أو الكاتاراكت يلي بيصيب المرضى، احنا بصير في لبس بين المرضين. الكاتاراكت أو الماء الأبيض هو مرض بيصيب بلورة العين، بتتحول من الشكل الشفاف لشكل غير شفاف وبالتالي بتأثر على الرؤية. لكن بمرض الكاتاراكت المرض عكوس، يعني بمجرد ما نحن بنعمل عمل جراحي بنسحب الماء الأبيض أو الكاتاراكت من العين، بنزرع عدسة اصطناعية داخل العين بيستعيد المريض رؤيته، عكس الجلوكوما أو الماء الأسود يلي نتيجة أذية العصب البصري بتصير هدفنا بالمعالجة مثل ما حكينا الحفاظ على الجزء المتبقي من الساحة البصرية. تمام دكتور، خلينا نتعرف مع بعض شو هي الأعراض يلي بحس فيها المريض وشو بتختلف أعراض المية السوداء عن الزرقاء أو البيضاء؟ الحقيقة بتختلف الأعراض حسب نوع الجلوكوما. الجلوكوما تحت تصنيف هذا المرض بينطوي أكثر من نوع. النوع الأشع والأكثر تواردا هو بنسميه الزرق المفتوح الزاوية البدئي، أغلب الحالات بتكون من هذا النوع. هذا المرض صامت، يعني المريض عادة ما عنده أعراض، فلذلك يطلق عليه لقب أو صفة لص البصر الصامت، بيأذي الرؤية والمريض محاسس على حاله عادة. ارتفاع الضغط بيكون فيه تدريجي، ما بيعطي أعراض واضحة. المريض بالمراحل الأولى والمتوسطة ما بيحس إنه في عنده أذية، لا توصل الأذية لمرحلة متقدمة بتأثر على الرؤية المركزية، ساعتها بينتبه المريض إنه في عنده مشكلة بالرؤية. الحقيقة هذا النوع من المشكلة هي غباشة ولا قصر ولا؟ لا، هي تحدد بالساحة البصرية، يعني المريض بحس إنه من الأطراف أو من الجوانب ما عاد عم بيشوف، هو عم بيشوف بالمركز لكن من الجنب اليمين أو الجنب اليسار بدأت الساحة البصرية تضيق عنده أكثر وأكثر. بينما في نوع ثاني للجلوكوما أو المي السوداء بنسميها الزرق مغلق الزاوية، هذا بيجي بأعراض حادة، يعني بيجي بألم شديد بالعين مع تدهور مفاجئ بالقدرة البصرية وحتى صداع وأعراض واضحة وصارخة. هذا أقل تواردا حقيقة، لكن أيضا بكون يعني تحت هذا النمط من الأمراض. في نوع ثالث بصيب الأطفال بنسميه الخلقي، الزرق الخلقي أو الجلوكوما الخلقية، هي أعراضها كمان بتكون واضحة عند الطفل لأنه بتأدي لكبر بحجم العين. طبعا له درجات متفاوتة لكن أعراضه الأساسية هي كبر بحجم العين، الطفل بصيبه دماع، بصيبه رهاب من الضوء، ما بيقدر يفتح عينه بالضوء، بتشنجوا الأشفان عنده، بيلاحظوا الأهل أنه الطفل في شيء مو طبيعي بعيونه، بيراجعوا الطبيب وبنكتشف عنده أيضا الجلوكوما. هذا نادر أكثر المرض حقيقة عند الأطفال، لكن من ضمن التصانيف الموجودة لمرض الجلوكوما. دكتور قلت هيدا مرض صامت، بس إذا بدنا نحكي هو تلف الأنسجة العصب البصري، شو اللي بيؤدي لبداية تلف هي الأنسجة؟ يعني شو هي المسببات إذا فينا نقول؟ الحقيقة في عدة عوامل، العالم يمكن تأخذ احتياطاتها، يعني بعض الأمور يمكن هي بتأدي لهذا الشيء. الجلوكوما بشكل رئيسي يعني في عدة نظريات لتفسير هذا المرض. أوضح عامل مؤثر على العصب البصري هو ارتفاع ضغط العين حقيقة عن الحد الطبيعي اللي بتتحمله أنسجة العين. العين إلى ضغط كونها جوف مملوء بسائل، إلى ضغط يتراوح عادة ما بين 10 لحد 18 أو 20 مليمتر زئبقي، هذا هو الحد الطبيعي. هذا الحد من الضغط العين بيكون سليم بالنسبة للعصب البصري، بيكون الإنسان متعايش معه طول عمره. لوقت من الأوقات إذا ارتفع الضغط عن هذا الحد بتبلش ألياف العصب البصري تتلف بآلية ميكانيكية بتأثر على تروية العصب البصري، أو بتسبب لانضغاط بمحاور ألياف العصب البصري من منطقة خروج العصب البصري من كرة العين اللي بنسميها نحن الصفيحة المصفوية. بهي المنطقة تماما بصير في عنا انضغاط بألياف العصب البصري بسبب هذا الضغط المرتفع. هاي الألياف لما بتنضغط بتنقطع التروية أو التغذية عن هاي الألياف بتتموت تدريجيا. فهذا هو السبب الرئيسي الواضح عنا بتفسير حدوث الزرق أو ارتفاع ضغط العين. في نظريات تانية
بتتعلق بتروية العصب البصري، انه بعض الحالات لوحظ انه بصير هذا المرض رغم انه ضغط العين طبيعي، فسموه الزرق سوي التوتر او الجلوكوما طبيعية التوتر، او يعني المترافقة بضغط عين طبيعي. هون الآلية الوعائية او تلف تروية العصب رأس العصب البصري بهي الحالة بيكون هو المسؤول اكثر عن حدوث هذا المرض. تمام دكتور، خلينا ننتقل الى العلاجات. يعني من وقت ما بنكتشف انه في مي سوداء بالعين، شو هي الاجراءات يلي بنتخذها؟ طبعا الدكتور بيتخذ الاجراءات، شو هي والمريض كيف لازم يلتزم فيها بشكل صحيح، وممكن تؤدي الحاله لعمل جراحي؟ الحاله بس نشك بوجود ارتفاع بضغط العين او مرض الجلوكوما، مجموعة اجراءات لازم نعملها للمريض ضرورية واساسية. في دراسة لضغط العين لنقيم الضغط اللي اجى المريض لعنا فيه، قد ايه الرقم اللي عم يظهر عنا، هذا مسميه الضغط البدئي اللي راجعنا فيه المريض. لازم نعمل فحوص لتحديد درجة أذية العصب البصري. هاي الفحوص واحد منها بنسميه OCT العصب البصري يلي بيقيسلنا سماكة ألياف العصب البصري. الفحص الثاني هو الساحة البصرية لنشوف إذا في أذية بالساحة البصرية ولا لا. لازم نعمل شيء اسمه الباكيمتري او قياس سماكة مركز القرنية حتى نقدر نقدر قيم ضغط العين بالنسبة لهذا المريض. هي اسمها الدراسة الأولية اللي لازم نعملها للمريض. بعدين نتجه للمعالجة. مثل ما حكينا، طالما نحن عنا متغير واحد متهم بشكل رئيسي بحدوث هذا المرض هو ارتفاع ضغط العين، فالمعالجات إلى الآن متوجهة باتجاه تخفيض ضغط العين للقيم الطبيعية. الوسائل متعددة لعلاج هذا المرض. أبسط هاي العلاجات هي العلاجات الدوائية، يعني الأطرات الخافضة لضغط العين. من فترة 10 أو 20 سنة كانت يعني أقل تواردا هاي الأطرات، لكن حاليا صار في عنا طيف واسع من الأطرات الخافضة لضغط العين، كل منها يعمل بآلية مختلفة عن الأخرى، كلها مع بعضها بتساعدنا على الوصول للضغط الهدف التارجت بريشر بالنسبة لنا، اللي بيخلينا نحافظ على العصب البصري سليم. نبدأ عادة باستخدام هاي الأطرات. طبعا بين كل مريض ومريض بتختلف الأطرات اللي بنوصفها، لأنه كل نوع من الأطرات بيأثر بآلية معينة، وفي مضادات استطباب نحن حسب الحالة الصحية للمريض اللي بناخدها بعين الاعتبار نختار له الأطرة المناسبة له. طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار قابلية المريض لاستخدام الأطرات. يعني عادة هذا المرض بيجي عند المرضى متقدمين بالعمر شوي، فهدول المرضى بدنا نشوف هن قادرين يستخدموا هاي الأطرات بانتظام، قادرين يأمنوا هاي الأطرات بشكل دائم، لأنه المريض بياخدها مو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، حتكون أدوية ملازمة لإله مثل أدوية الضغط مثل أدوية السكري، مرض مزمن على طول. هذا الموضوع بدنا ناخده بعين الاعتبار. أي إهمال باستخدام هاي الأطرات ولو لفترات متقطعة بيؤدي لأذية أيضا بالعصب البصري. فالأطرات هي الخط العلاجي الأول، لكن ناخد بعين الاعتبار قابلية المرضى أو استطاعة المرضى تأمين الأطرات واستخدامها بالوقت المناسب. في علاجات تانية هي العلاجات الليزرية المتوفرة حديثا يلي بتساعدنا بتخفيض ضغط العين. طبعا هذا بيعتمد حسب نوع الجلوكوما، يعني بين الزرق مفتوح الزاوية في إجراءات ليزرية معينة منطبقها على الجويئز أو زاوية العين مثل الـ SLT أو الـ ALT أو الـ MLT، وفي عنا الإجراءات اللي بنجريها لحالات الزرق مغلق الزاوية، هي بنسميها خزع القزحية المحيطي بالياج ليزر لحتى نعمل مثل البايباس أو النافذة ما بين البيت الخلفي والبيت الأمامي للعين حتى نحدث توازن بالضغط. هاي الإجراءات الليزرية ممكن نعملها وهي بسيطة ومانا جراحية وآمنة عادة، بتساعد على أنه نضبط ضغط العين عند المرضى. هلأ إذا وصلنا لمرحلة أنه لا الإجراءات الليزرية ولا العلاج بالأطرات عم يخلينا نوصل للضغط الهدف، ساعتها الجراحة بدها تكون حل بالنسبة لنا لهدول المرضى. وبعض الحالات بتكون الجراحة هي الخط الأول بالمعالجة، مثل ذكرنا مثلا الزرق الخلقي عند الأطفال حديثي الولادة. عادة العلاج الدوائي ما له مكان عند هدول الأطفال إلا لفترة مؤقتة لبين ما نقدر نعمل العمل الجراحي. الجراحة بتكون هي الخط العلاجي الأول عند هؤلاء المرضى،
بعض الحالات حتى عند المرضى البالغين الكبار بتكون الجراحة هي خيار أفضل لهم، لأنه بتعطينا ثباتية أكثر بالضغط وتخفيض أعلى، يعني بتنزل لنا الضغط لأرقام منخفضة أكثر، وهن حالتهم أساسا ما بتسمح أنه نكون إلا بأرقام منخفضة جدا من ضغط العين. طيب دكتور، يعني يمكن حكينا انه قديش فينا فعلا نعالج العوامل اللي بتاثر على تلف انسجه العصب البصري، بس لما نقول اذيه والحفاظ على ما تبقى من العصب البصري، هي الاذيه ما فينا نعالجها لما يكون هو مثلا مرض صامت ووصل لعندك لحاله مثل ما قلت متقدمه، نحن بنحافظ على ما تبقى من العصب البصري؟ نعم. نقول تم تلف الاعصاب ما فينا بقى نستفاد؟ الانسجه العصبيه هي انسجه نبيله، نقصد فيها أنسجة نبيلة أي لا تتجدد، الخلية التي تموت لا تتجدد، لا تنقسم. يعني احنا لما بصير في عنا مثلا كسر بالعظم بصير في عنا ترمم بالعظم وبيجبر الجلد، لما بصير في عنا جرح فيه أيضا بترجع الخلايا بتترمم وبيسكر الجلد. الكبد إذا فقد منه جزء الخلايا بترجع بتعاوض وبتنمو، لكن العصب البصري كنسيج لا يتجدد مثل كل الأنسجة العصبية، فحدوث تلف فيها إلى الآن هو غير قابل للعلاج بالوسائل العلمية المتاحة حاليا. طبعا العلم دائما بيقدم لنا أشياء، وبالمستقبل ممكن يكون في عنا علاج لهالجزء التالف من الألياف العصب البصري. حاليا نحن آمالنا معقودة حقيقة على الدراسات اللي بتتم على الأبحاث بالخلايا الجذعية، أنه ممكن بتقنيات معينة عن طريق الخلايا الجذعية أنه نساعد الخلايا الألياف العصب البصري التالفة على التجدد، لكن إلى الآن هذا غير موجود بالتطبيق العلاجي للمرضى. إن شاء الله بالمستقبل بصير هذا الشيء متاح لحتى نعوض فعلا هذا الجزء التالف، ويصير هدفنا بالمعالجة مو الحفاظ بس على النظر، إنما تعويض الجزء التالف من النظر. دكتور، طب سؤال، المي السوداء هل هي بتصيب العينتين ولا بس عين واحدة؟ ولا عادة هي ثنائية الجانب، لكن تأتي الإصابة بشكل غير متناظر. يعني عادة بتصيب عين أكثر من عين، أو بتبلش بعين ثم تتبعها العين الأخرى، فلذلك لما بيجينا المريض عادة بيجينا بإصابة متقدمة بإحدى العينتين، وبتكون العين الثانية يا إما بداية الإصابة أو لسه ما انصابت، وهون بتكون فرصة لنا لنحافظ على العين الثانية ومنع تدهور الرؤية فيها والوصول إلى ما وصلت إليه الأمور بالعين الأولى. هو عادة مثل ما قلنا إصابة ثنائية الجانب لكن غير متناظرة، يعني عين بتصيب أكثر من عين. تمام. طيب دكتور، حكيت كمان يمكن عن الحالة الثانية اللي هي ممكن تكون عيب خلقي للأطفال، الجراحة هي الحل الوحيد بس بيكون في تلف هي أساسا منذ الولادة بالعصب البصري أو أنسجة العصب البصري. نعم، أيضا بالزرق الولادي بيكون في عنا أذية بالعصب البصري وتختلف درجاتها بعتقد. أكيد، لأنه تختلف أنه يعني الطفل لما بيولد احيانا بيولد وعنده هاي الاصابه، فمعناته الاصابه عنده من الحياه الرحميه. وفي احيانا بيظهر بعد الولاده خلال السنتين الاولتين من العمر، فهون كمان تختلف الانذار وبيختلف الوضع من طفل لطفل. الطفل اللي بيخلق وعنده زرق ولادي احيانا بتكون الاصابه خفيفه، مجرد تغير بقرنيه العين وكبر بسيط بحجم قرنيه العين، واحيانا بتكون اصابه متقدمه يعني واصل عنا لكبر شديد بحجم العين بنسميه البوفثالموس، او صار مثل عين البقر، او صار في عنا كثافه بقرنيه العين ما عادت لونها شفاف صارت بلون ابيض كامل. فهون درجات الاصابه بتختلف حسب مده الاصابه، يعني من ايمتى الطفل انصاب بهذا المرض اثناء الحياه الرحميه. هون ايضا الانذار بيتعلق حسب الحاله وحسب الاصابات الاخرى المرافقه لارتفاع ضغط العين. بكل الحالات الاجراء الاولي هو ايقاف المرض عند حده من خلال عمل جراحي رجعنا ضغط العين للطبيعي، بعدين اذا في مرافقات اخرى بدها علاج بنعالجها، يعني اذا القرنيه فيها كثافه بيحتاج زرع قرنيه بالمستقبل، اذا في عنده مي بيضاء او كترك ممكن نعمل له المي البيضاء او الكترك، لكن بتكون هي اجراءات لاحقه. الاجراء الاساسي لهؤلاء الاطفال هو تنزيل ضغط العين، لانه هي نحن في سباق مع الزمن، بنكون لازم ما نخلي الموضوع يتاخر، لانه كل ما تاخر بصير في عنا اذيه اكثر. تمام. دكتور، الإهمال يعني بالعلاج أو الإهمال بوضع القطرات أو الخربطة بالقطرات، قديش يمكن هذا الشيء سيء وكمان بيزيد الحالة، بيزيد المي السوداء بالعين أكثر؟ هذا الموضوع كتير مهم،
وجزء أساسي من المعالجة هو تثقيف المريض وتوعيته بمرضه. فالمريض اللي بيتشخص عنده مرض الجلوكوما أو المي السوداء بيكون من واجب الطبيب أنه يقعد معه جلسة خاصة يشرح له فيها هذا المرض وشو هي تأثيراته على العين، خاصة مثل ما قلنا أنه هو مرض صامت، المريض ما دائما حيحس بالأعراض، فالمريض لازم يكون عنده وعي لهذا المرض وكيف يتابع المرض عند الطبيب وكيف يستخدم الأطراف. دكتور كيف في أي حدا يفحص حاله أنه إذا هو كيف يتطلع مثلا أو هلا بالحاله العاديه يعني هو قاعد كيف فيه هيك يتنور انه هو عنده هذا الاعراض تكون طفيفه جدا. يعني حاذكر بعض الاعراض اللي ممكن المريض ما ينتبه لها لكن بنخليها بعين الاعتبار. اول شيء المريض بصير يتاثر من الضوء، الاضويه بالليل بيحس في ازعاج، بشوف هالات هيلوز حوالين الاضويه مثل قوس قزح، اذا طلع القمر بشوف حواليه، هي بتدل على انه في عنا ارتفاع بضغط العين. هي هو مفتح عيونه ولا هو لا هو مفتح عيونه اكيد، لانه في كثير اشخاص بس تغمض عيونه بتشوف هالات سوداء. هذا الشيء لازم هو فاتح عيونه، لما بيطلع على الاضويه بحس في ازعاج، الضوء في هالات حواليه، اضواء مثل قوس القزح حواليه، خليه ينتبه لهي النقطه كثير مهمه. الشيء الثاني هو فقدان جزء من الساحه البصريه، يعني المريض بيقول لك انا بتطلع لقدام شايف تمام لكن من على الجوانب انا ما عم بقدر شوف مزبوط. يعني بيقولوا أهله يا دكتور صار يمشي يطرق بالبواب وهو ماشي، أو إذا عم بيسوق بالسيارة ما ينتبه إذا في حدا قطع من على جنبه اليمين، هون في خطورة حتى على عليه وعلى الأشخاص المحيطين فيه، منمنعوا هدول المرضى بالمراحل المتقدمة أنه يسوقوا سيارة. أيضا في عوامل خطورة خلينا ناخدها بعين الاعتبار، يعني هذا المرض ما بصيب كل الناس لكن في مرضى مؤهبين أكثر من غيرهم، المرضى اللي عندهم عوامل خطورة هدول لازم ينتبهوا على حالهم أكثر بالفحص الدوري. المرضى اللي عوامل خطورة بالنسبة لألون بنذكرها هن الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية للجلوكوما، يعني إذا شخص بيعرف أنه والده والدته حدا من إخواته أو أقارب الدرجة الأولى عنده إصابة بهذا المرض لازم دائما يعمل فحص دوري ويقيس ضغط عينه. المرضى اللي عندهم نقص بالنظر أو مد بالبصر، اثنيناتهم سواء الحسر أو المد، الحسر عادة بترافق مع الزرق مفتوح الزاوية الصامت، المرض الصامت، مد البصر عادة بترافق مع الزرق مغلق الزاوية يعني بترافق بأعراض حادة، قد يكون متقطع بالبداية بعدين بيدخل بالمرحلة الحادة، هدول الاثنين كمان لازم يتابعوا ويفحصوا ضغطهم باستمرار. المرضى اللي عندهم عمليات سابقا على العين، يعني مجرى لهم عمليات سابقا على العين، أيضا بيحملوا خطورة. المرضى الأفارقة أيضا عندهم احتمال للإصابة أكثر من غيرهم بهذا المرض. المرضى يلي عندهم بعض القصص المرضية الدوائية، يعني يلي بيستخدموا مثلا أطرات الكورتيزون لأي سبب كان، عندهم مثلا رمد ربيعي أو حساسية، هي معرضين كمان. تمام معرضين لأنه يرتفع ضغط العين أكثر من غيرهم. المرضى اللي بيتناولوا بعض الأدوية الجهازية أيضا ممكن يكونوا معرضين لارتفاع ضغط العين أكثر من غيرهم. المرضى اللي تعرضوا لردود مباشرة على العين أيضا هؤلاء معرضين للإصابة بارتفاع ضغط العين أكثر من غيرهم. هدول المرضى هن تحت مسمى مرضى عالي الخطورة، دائما لازم يكونوا عم يعملوا فحص دوري ويفحصوا ضغط عينهم. مرضى السكري كمان لازم نذكرهم وننبه عليهم كتير لأنه بترافق هذا المرض بارتفاع نسبة حدوثه مع المرضى السكري أكثر من غيرهم. طيب دكتور كمان قلت لنا أنه ممكن يكون هيدا المرض مش فقط خلقي، أول سنتين ممكن الأهل ينتبهوا على الولد ممكن يكون معه هيدا المرض، كيف ممكن يكون هي الأعراض؟ لأنه في كتير من الناس للمشكلة أو كتير من الأهل ما بتنتبه أو ما بتعترف أنه يمكن في مشكلة، بيقول لك أنه أصلاً عينه مايلة أو ما عم يشوف منيح، لا لأنه صغير، يعني مشان نقدر يمكن مع بداية المرض يعرفوا الأسباب الأساسية. الحقيقة كتير ملاحظة مهمة وكتير ضرورية، لأنه مثل ما ذكرت أحيانا بتكون الأعراض مانا واضحة والأهل بتطلعوا على ابنهم أنه عينه كبيرة بيعتبروه أنه هذا شيء جمالي، أو الولد ما شاء الله عينه كبار وحلوين، إنما بيكون الولد حقيقة مريض وفي عنده مشكلة بالعين. منلاحظ على الولد بعض الأعراض المو طبيعية، أهمها أنه العين عم تدمع كتير، دمع العين. هلا معلش يراجعوا طبيب، يجوز هن يفكروا بالبدايه انه عنده انسداد بمجرى الدمع او انه عنده تشوه بمجرى الدمع والعين عم تدمع وهذا العرض شائع عند الاطفال. صحيح. لكن طبيب العيون بيقدر يميز انه هذا الموضوع هو ناجم عن انسداد بالقناه الدمعيه او عن ارتفاع ضغط العين. فخلينا ننتبه لهذا العرض. اذا الطفل ما عم بيقدر يفتح عيونه بالضوء، عم بيسكر عيونه من الضوء ما عم بيقدر يفتح عيونه بالضوء، كمان هذا عرض بأي عمر؟
بالعمار الأولى، يعني بالأشهر الأولى بالسنوات الأولى من العمر، إذا شفنا الطفل عنده هاي الظاهرة ضروري كمان نراجع طبيب العيون. إذا لاحظنا في اختلاف ما بين العينتين بالحجم، يعني عنده عين أكبر من عين أو بلشت عين يزيد حجمها عن العين الثانية، ضروري جدا أيضا نراجع الطبيب بهاي الحالة. إذا لاحظنا أنه بريق العين عم يختلف، يعني صار لون العين قرنية العين ما عم تعطي هالبريق أو اللمعان الطبيعي اللي نحن منشوفه، صار عم تعطي لون كامد باتجاه اللون الرمادي أو اللون الأزرق، هون أيضا خلينا ننتبه للموضوع ونراجع طبيب وما نهمل هذا العرض. تشنج الأجفان أيضا عرض مهم بهاي المرحلة عند الأطفال، ممكن يكون بدل على أنه في عنا إصابة عند الطفل. عادة كمان طبيب الأطفال يلي بيراجعوا الأهل عنده لمشاكل أخرى، لقاحات أو لأمراض صدرية أو أمراض هضمية بتصيب الطفل، طبيب الأطفال عادة بينتبه على العيون وبيحول الطفل لطبيبه مختص بأمراض العيون لحتى يتابعه لو لاحظ عنده أي مشكلة متعلقة بالعيون. نعم دكتور، يعني اليوم حاولنا نضوي على مرض هو كتير خطير وكتير لازم الناس يتنوروا فيه ويلحقوه بمراحله الأولى لحتى يتم الشفاء على أكمل وجه. نتشكرك كتير، ميرسي كتير على المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لكم، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد لأخوتنا المشاهدين. شكرا لك الدكتور باسل فعور على وجودك معنا، نتمنى يا رب هيك شفاء لكل المرضى والله يبعد المرض عن كل الناس. شكرا أمين كتير يا رب لك. إن شاء الله يا أما هلأ ليا بننتقل لمادتنا التالية. بمناسبة أعياد الشجرة أقامت مديرية الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية عرض خيال الظل. الكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة مع زميلتنا سمر معمو ورفضت لنا الأجواء، خلونا نتابع مع بعض. السلام عليكم. عنا السلام عليكم. وعليكم السلام. والله احنا جمهور منور المرسى. اي ما اسمعي، مساء الخير. مساء النور. ايوه هيك ها شفتوني بالله عواصطي. السؤال لكم انتو شفتوني عواص صديقي عواص يا عواص عواصطي. لك يا جماعة حدا شافني عواص؟ ايوه معقول نايم لهلا؟ لك هاي ما مش معنوم يا عواص. سلاما قولا من رب الرحيم. شجرة صنوبر وماشي فيها كراكوز، لا يكون صار لك شيء من ورا هالخطة. مشي مشي معي اخذك على شيء مشفلك. مشي. ايه ما صار لي شيء، نعم صغيرة ما بينحكى فيها. لك شو فهمني شو قصة هالحلم؟ يعني هو عيد الشجرة. ايوه ايه فهمت عليك. لكان كل عام وانت بخير ويلا عاوز شيء؟ لك وين رحت؟ وين رايح؟ رايح كمل نوبتي، بلكي بشوفك بالحلم حامل لك شي شجرة وماشي فيها وبنص دين عجقة سوق الحميدية. فعالية مقامة من قبل مديرية التراث الشعبي بوزارة الثقافة بالتعاون مع برنامج التراث الحي بالأمانة السورية للتنمية. طبعا رح تتضمن الفعالية عرض لخيال الظل بلسان كراكوز وعواز، رح يحكونا فيه عن أهمية الغطاء النباتي وأهمية الاهتمام بالبيئة وعن مناسبة عيد الشجرة. وقبل رح نحاول نعرف الأشخاص الموجودين على عنصر خيال الظل السوري وآلية تسجيله بمنظمة اليونسكو وكيف أنه هو صار مدرج على قوائم التراث الإنساني. الشكل رح يكون كراكوز عواز بمضمون توعية من شأن الشجرة، مو بس لأنه عنصر خيال الظل تسجل على قوائم التراث الإنساني العالمي باليونسكو بال2018 كعنصر سوري، وبالتالي في عنا خطة صون وملزمين أنه نحن نشركه بالنشاطات والفعاليات، بس لأنه وقت شفنا أنه الشجرة مع خيال الظل هنن كتير متشابهين، مثل ما كانت الشجرة مرتبطة بعمق الطبيعة وهي كانت إذا بنرجع بالتاريخ السوري الشجرة كانت مقدسة عند السوريين، خيال الظل كان مرتبط بعمق المجتمع السوري واثنيناتهم بخطر. عرض خيال الظل يتضمن عن أهمية الشجرة وأهمية الأمن الأخضر والأمن الغذائي وأهمية أن نزرع ولا نقطع ولا نحرق، كم هو مهم لسوريا بأبناء الوطنيين الواعين أن يكون هناك حملات للتشجير وللتوعية لأهمية هذا اليوم. فعالية عيد الشجرة، دوري أنا الكركوزاتي اللي راح يقدموا حكاية عن عيد الشجرة واحتفالية عيد الشجرة وأهمية الأشجار والغطاء النباتي ضمن عرض مسرحي خيال الظل. معنا اليوم بشخصيات مشهورة كتير اللي هي كراكوز وعواز، طبعا راح يحكونا وراح نشوف سوا ان شاء الله يعجبكم العرض الرساله اللي راح يوصلوها عن طريق خيال الظل. طيب خليني اشرح لك يا عواص. تفضل اشرح سيد كراكوز.
الأرض يا سيدي معتمدة على القطاع النباتي يلي بتوفر الأشجار، والأشجار يلي بتوفر الأكسجين، وهذا الشيء اللي بيخلق التوازن البيئي للكرة الأرضية. مظبوط؟ طبعا مظبوط. هاها، وبالتالي الأكسجين إلك ولغيرك يلي عم تتنفسوا. مظبوط؟ كمان مظبوط. ونترحم على كل من زرع شجرة، ونلعن على كل مين بيقطع شجرة وبيحرق غابة. والله اقنعتني يا كراكوز. يلا يلا ثواني بغير وغسل وجاي معك، ما بطول. يلا 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 يلا، وانا سامعك يا عواز. خلينا ننتقل إلى حمص، واحتفالا بمناسبة الأعياد أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حفلا ترفيهيا لأكثر من 200 طفل وطفلة من أبناء الشهداء ودور الرعاية الأيتام. التفاصيل خلينا نتابعها سوا مع زميلتنا شيرين العلي. إنه موسم الأعياد، ولعل للأطفال الحصة الأكبر من مفاجأة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص حفلا ترفيهيا لأكثر من 200 طفل وطفلة من أبناء الشهداء ودور رعاية الأيتام. بتمر أيام السنة ونحن متابعين متطلباتهم واحتياجاتهم للمياتم أبناء الشهداء وشو لازمهم بدراستهم أو أي احتياج آخر. نيجي لأيام الأعياد وكلنا شوق لأنه نجتمع مع بعض ونعيش حالة الفرح اللي نحن شايفينها. الحالة اللي بتجسدها هي هي سوريا وهي هي حمص وهدول أهلها وناسها. فاجتماعهم مع بعض الحقيقة للسنة الثالثة خلق بيناتهم صلات كتير حلوة على مدى الأعوام اللي مضيت، وبالتالي هن دايما على تواصل، بيشتاقوا لهذا النهار مثل ما نحن بنشتاق له. يعني هيك نشاط تجميع الأيتام بين مختلف الأطياف، ميتم المسيحي الميتم الإسلامي، كتير حلو، بتعرفوا هالولاد على بعضهم، بيعملوا نشاطات، هني عايشين نفس المشاعر نفس الوضع الاجتماعي، فكتير هني بينبسطوا لما بيكون هيك بأجواء الأعياد. تضمن الحفل الذي أقيم في صالة الوليد بمقر الميتم الإسلامي في حي الوعر فقرة ترفيهية ومسابقات وألعاب تفاعلية، كما قدم بابا نويل الهدايا للأطفال على أنغام الأغاني الخاصة بالعيد. مجموعين بهاي الفرحة اللي كلياتنا فرحانين فيها من جميع الأيتام، وهاي الفرحة كتير حلوة، وإن شاء الله سوريا تتم بخير، وكل عام سوريا بألف خير يا رب. ومبسوطة كتير بهاللمة الحلوة، وكل عام وانتم بخير. لعبت كتير شغلات حلوة، وكل عام وانتم بخير. ترتب لهم شي مجموعة من الألعاب والهدايا والشغلات اللي بحبوها ليكون بداية عام جديد، وفرحة كبيرة يعني وقت نزرع نحن. الحفل الترفيهي أسهم في خلق أجواء من المحبة والتشاركية والدمج بين الأطفال من مختلف دور الرعاية بحمص. من الميتم الإسلامي بحي الوعر في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. ومتابعينا يا نور بفقراتنا، ووصلنا لفقرة بتهم وبتخص كل الأمهات لأنه بتخص الأطفال. رح نحكي اليوم عن المسؤولية، كيف فينا نحن نخلي الطفل يكتسب المسؤولية من ضمن بيته، من ضمن أهله، من ضمن مدرسته، من ضمن المجتمع المحيط فيه، وخليه يحس بمسؤولية أي قرار بيتخذه أو أي سلوك بيتبعه. رح نحكي أكثر مع الأخصائية الاجتماعية الدكتورة شفاء سوان. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا فيكم، سنة حلوة يا رب. يسعد لي صباحكم الجميل، وإن شاء الله سنة مباركة وسعيدة، وعن جد نحقق فيها أمنياتنا ونكون قد المسؤولية تجاه ذاتنا ومجتمعنا. يعني الله على الجميع وعلى بلدنا الحبيب سوريا تكون غير شكل هاي السنة. انت دايما تجي مع الطاقة الإيجابية. خلينا نحكي مع ابتسامتك الجميلة، يمكن الموضوع كتير مهم اليوم، كتير من المبادئ والقيم الأخلاقية الأهل عليهم مسؤولية كتير كبيرة بتربية أطفالهم، لأنه الطفل هو أساسا بيكتسب كل شيء من أهله، والمحيط بيلعب دور كتير كبير. خلينا نحكي عن المسؤولية، قديش فينا اليوم نحن نربي أطفالنا عن هيدا هيدا الشيء، خصوصا مع تطور التكنولوجيا ومع غزو التكنولوجيا لكل تفاصيل حياتنا. بتحسي الأهل ما عاد قادرين يضبطوا طفلهم مثل قبل؟ هلا كتير مهم إنه نخصص وقت لأولادنا، نقعد نحكي معهم،
معهم، نمارس نشاطات معهم، نشيل جوالاتهم يعني، وما نحاول انه بالغالب اذا في حدا بيقدر انه ما يعطي اولاده جوال هذا كثير منيح، او يخصص له وقت معين له للتواصل مع رفقاته لشيء معين ليستفيد، يتابعوا فيديوهات مع بعض مفيده، يتناقشوا باشياء عم يتابعوها ويشوفوها. لازم الام يعني حتى من هو وصغير الطفل يعني، هي برامج التلفزيون مو لحاله يشوفها البرامج الاطفال، لانه ما بيعرف اوقات الواحد شو الاشياء اللي ممكن تنعرض ويجي يسالك عنها انت ما تعرفي تجاوبي. حلو كثير الام توصل لدرجه الاهتمام عن جد، وبعرف انا امهات هيك بتتابع الفقرات الكرتون مع اولادها لحتى اي سؤال بيسالوا اي شيء بدهم يفهموا يقدروا تساعدهم الام بانه يفهموا هذا الشيء. كثير مهم انه نعطي الولد حريه ومساحه انه هو يفكر وانه هو يسال، ما له شو السؤال السخيف او ليش عم هي كلها بتنزل من ثقته بذاته وبتخليه ما يتحمل مسؤوليه، بتجعله تابع او تقليد مقلد يعني، مو الانسان اللي بيفكر قبل ما يعمل اي شيء بده اياه. فانا ضروري كثير مهم الام تقول له يعني اي سؤال بيسالها يا قد ما كان كيف جاوبي، اي سؤال بالمطبخ بالبيت طلعتوا لبرا مشوار موقف صار بالطريق، كثير مهم انه لو سال الولد جاوبيه بكل اريحيه لانه هذا جزء من بناء شخصيته يعني. فكتير مهم انه ما نقمع الولد، او اذا غلط كمان لما بيغلط لازم نتفهم غلطه، ليش انت عملت هيك او كذا، او هذا الشيء بيأذيك اذا ساويته، نخليه يفكر بالعاقبه مو بالعقوبه، مو نقول له نحن حنعاقبك لانه فوق ما هو غلط ويمكن كان اذى حاله، لا كمان نحن نعاقبك بهذا الشيء. لا الولد ما بيفهم قصة العقوبة، العقوبة بيفهمها انه انا هذا الشيء ما بدي ساويه بس ما بيعرف شو السبب، ممكن يساويه من ورانا، بس اذا انا فهمته العاقبة تبع اي موضوع بيتعرض له او بيصير معه، فانا هون بساعده على انه يعزز ثقته بذاته، وكمان بنفس الوقت يقدر يواجه اي شيء بحياته ممكن يتعرض له فيما بعد يعني. نعم دكتورة، خلينا نحكي أكثر، نحن كيف فينا نحمله للطفل مسؤولية، إن كان من البداية بلعبته يلي بتخصه، إن كان بثيابه، إن كان باهتمامه بإخواته، يعني في مسؤوليات بتيجي بتفاصيل صغيرة يمكن تمام. مع المستقبل اللي هي بتكبر معه وبصير يعني بيقولوا حامل مسؤولية وقتها. هلأ وقت اللي بده يطلع على المدرسة اصحك تلبسي أنت ثيابه، او لما بده يطلع مشوار خليه هو يلبس ثيابه، لو غلط بلبس جرابات، لو غلط بلبس الثياب، لو ضل ساعه كامله اعطيه وقت له خليه يتعلم، خليه هو خليه ينقي ثيابه انت، بس انا ما افرض عليه مثلا له شو جاي على بالك هاد ولا هاد، جاي على بالك تشرب بردقان ولا حليب، يعني مثلا هو ما بيحب الشغلات الصحيه فانا خيره بين خيارين صحيين، فهو اجباري حيختار واحد منهم الاقرب لقلبه يعني، فبس ما افرض عليه شيء. فهون لما انا بعزز عنده الخيارات، او كمان مثلا بقول له اذا مثلا اكلت هي الوجبه الصحيه مثلا راح اجيب لك شغله اكله طيبه، واذا صبرت لانك انت مثلا ما تاكل هي الاكله بالمره انت لك شغله مميزه طلعه مشوار او شيء. فاكتشفوا بعدين علميا لما انت بتخلي الولد يتعلم شو يعني صبر، يتعلم شو يعني انه هو ينتظر النتيجه الافضل، فهو بيصير اصلا لما بيكبر بيصير شخص بيتحمل مسؤوليه وشخص واثق من ذاته كثير، وشخص ما بتجره اي جهه ممكن انه هو ينجر وراها يعني. فمشكله لما انا بدمر ثقه ابني بنفسه وبدمر المسؤوليه عنده، فانا هو بالنهايه بيكون تابع لاي شيء، ممكن اي شيء غلط، ممكن حدا يقدر يضغط عليه باي شيء بحياته، ممكن يتعرض لتحرش او قصص او شغلات بحياته او تنمر وما يقدر يطلع منها. فانا بالاصل انا بزرعت فيه هذا الشيء، فانا لما بزرع فيه انه انا لازم تكون واثق من حالك، تدافع عن حالك، تهتم بجسمك، مسؤوليتك تجاه جسمك، انه انت ما تخلي حدا يلمسك او يتصرف معك تصرفات معينه او يحكي معك كلام معين، لازم توقف الناس عند حدا لما بيتصرف هيك تصرف، وشو ولو كان قريب لك، لو كان عمك او خالك او قريب لك. كتير مهم انه نحن لما بنفهمه هذا الشيء للولد فهو عن جد بيوصل لمرحله عن جد بصير حتى بيقولوا انه ابنك اكبر من عمره، حكيه اكبر من عمره، وكتير مهم ومو غلط ابدا على فكره. نحن ما لازم مثل اهالينا انه عيب تحكي عيب كذا ليش هيك لسانه ابنك طويل وما عم تعرفي، لا لا هذا كتير غلط، بالعكس خليه يعبر عن حاله وعن مشاعره وعن شخصيته، ولا نقمع شخصيته لانه عن جد لانه جوهر الانسان بيختفي لما نحن بنحاول انه نفرض ارائنا على اطفالنا او نفرض سلوكيات معينه نحن بنمارسها على اطفالنا. يمكن حكيتي افكار عديده كثير مهمه، بس خلينا نحكي عن نحكي الخطوات الاساسيه السليمه الصحيه مع الطفل، كيف فيني علمه المسؤوليه خصوصا مع الطفل الاول، لانه بتلاقي الاهل بيدللوه زياده وفجاه هذا الدلال بيخف وبيبلشوا بقى بدهم يعطوه الاساسيات. من اي عمر انا فيني بلش وكيف فيني اعمل هيدا التوازن؟
الحب غير المشروط. يعني اهم شيء انه انا لما بدي بلش اغير اي شيء بالحياه حب غير مشروط، انا بحبك مثل ما انت بس انا بكره هذا التصرف، يعني وجه انتقادي للتصرف مو لشخصه. نحن كثير بمجتمعاتنا بنوجه الـ 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 النقد للشخص نفسه، فهو بيقلل ثقته عن ذاته، بيصير بيشعر بالخيبة انه هو ما قدر يرضي اقرب الناس واحب الناس له. يعني هو ناطر كلمة، يعني في قصة لشخص ادمن مخدرات وكان عم يدرس برات البلد بسبب انه ابوه كان من المتفوقين، بس ناطر تليفون من ابوه يقول له انه برافو عليك او هذا الشيء كتير ايجابي، بس هو لا بالمقابل انه اوكي ممتاز عادي، فهو انحرف بهذا الطريق مع انه كان من الاوائل. فكلمة اوقات بتخلينا نكون ناس بالقمة، وفي ممكن ناس يتأثروا لأنه كلام أهلهم كتير بيعني لهم. فخلينا نحب الغير مشروط نبلش فيه، والدعم دائما الدعم بدعم إيجابياته وبتجاهل سلبياته. لما بركز أنا على سلبياته ابني هيك عم يعمل، وبيجي بحكي للعالم ابني هيك عم يعمل، فهو بتتعزز عنده هاي السلبيات وبصير مشان يجاكرك ويخجلك قدام العالم بصير بيعملها زيادة. أما أنت لما بتتجاهلي تماما، لما بينبحث بالأرض أو بتصرف تصرفات معينة سلبية، أو لما وبتركزي على أنه يا الله عمل هذا الشيء كتير منيح، هذا كتير ما أحلى وما تصرفاته شو حلوة وشو إيجابي وشو كذا، فهو بصير مشان يشوف حاله فيكي ويشوف حاله هو اصلا من نوع دعم الذات، هو بيصير واثق من حاله، فهو بيصير بده يعمل اي شيء ليلبي رضاكي وليورجيكي انك وليورجي حاله انه هو كتير بصوره حلوه قدام العالم، حتى اللي سواء بيخصوكي او ما بيخصوكي، يعني حتى بالطريق يعني بصير تصرفاته كتير ايجابيه وحلوه. تمام، خلينا نحكي بنقطه، يمكن تحميل الولد مسؤوليه في لها سلبيات كثيره. مثلا كثير بيصير عند الاولاد، في كثير امهات بتترك الاولاد بالبيت بتحملها مسؤوليه انه انت حتى لو كانوا صغار انه انت مسؤول هلا عن البيت، فالولد ممكن يصير عنده نوع من الوسواس، الحمام شاعل او ما شاعل، الغاز، الصوبيا، هدول القصص ممكن يصير عنده شيء وسواس فيهم قد ما الام بتضل بتنبهه لانه هي مسؤوليتك مسؤوليتك مسؤوليتك. قديش كمان تحميل المسؤوليه زياده عن اللزوم بصير عند الولد نوع من الوسواس من المرض ومن الرعب. تماما، هلا انا بحمله مسؤوليه بالصراحه، انا انه يقعد مع اخواته الصغار بالبيت فتره طويله وكل يوم وكذا، يعني هلا هي فيها ايجابيات وفيها سلبيات، بس الام تكون واعيه هي لحالها بتنقل الوعي والسلوك المتوازن لابنها. اما هي لما بتكون اصلا مشتته فهي بتنقل هذا التشتت، فهو على هو الام. يعني في اولاد انا صراحه اول شيء وقت انت كنتي عم تحكي بمخي انعرض نماذج سلبيه لهيك قصص يعني للمسؤوليه، بس بنفس الوقت عن جد شفت نماذج نجحت كثير بقصه المسؤوليه وعن جد اولادها، بس الام كانت كثير متوازنه. عم بحكي عن ام متوازنه، يعني انه لا ديروا بالكم، انا الا مو معقول انه اولادك مثلا ممكن بعمر صغير يقعدوا كذا، بتقلي ابدا مثل الملائكه. وعن جد يعني هو الله يعني الحمايه بيد رب العالمين، بس يعني انه انا لقيت عن جد نموذج ايجابي لانه هي عطيتهم الاساسيات وهي وثقت فيهم وقالت لهم انه انا بثق فيكم انه انتم تقدروا تتحملوا هي المسؤوليه، لانه انا هي عم تشتغل يعني ما عندها معيل. فكتير مهم عن جد الام تكون متوازنه جدا وما عندها هذا الرهبه والخوف، لانه إذا كنتي بتخافي كتير وبترهبي رح تنقلي لأولادك، والأولاد مرآة للأم. وإذا كانت الأم واثقة من حالها، إنسانة فعالة بالمجتمع كذا، عندها المسؤولية هي بتنقل هي المسؤولية. حتى الولد على فكرة لو مر بظروف عابرة بالبيت رح يقدر يتجاوزها بذكاء ووعي، لأنه هو أصلا معود أنه هو ما يتوتر، حيقدر يطلع بأحسن نتيجة. طيب خلينا نحكي قديش يمكن التشاركية لتحمل المسؤولية وتعليم كتير من المبادئ لأولادنا مهمة، يمكن لأنه مش فقط بيكتسب من الأهل، من المجتمع، من المدرسة، من العيلة، من المحيط بشكل عام. لهيك بيقولوا الأم لازم لا تلقني ابنك، مو تلقين، خليكي سلوكك هو الأساس يعني. فضروري أنا شاركه بسلوكي، يعني مثلا أنا بدي أعلمه كيف يفوت على الحمام، بعلمه كيف يقصقص أظافيره، بعلمه كيف يلبس ثيابه، بعرفه كيف يدهن إيديه بعد الحمام مثلا، أو يعني يحط كريمات أو كذا مشان ما يقشب وشه أو كذا، يساوي شغلات صحية، يشرب شغلات صحية أول ما يفيق، يعني مي مثلا علمه على المي وهيك قصص. فكل ما كانت الام ايجابيه بانه هي تكون اصلا، يعني مثلا الام المدخنه ما فيها تقول لابنها لا تدخن، انا برايي الام ممنوع الارجيله تمام او الارجيله وكذا، لا 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 تارجلي قدامه ولا تدخني، او حاولي تقولي له اني انا غلطانه
كثير مهم الواحد يعترف يعني انه انا غلطانه، بس ان شاء الله انت ما تكون مثلا تحب الارجيله او تدخن او كذا، فهي شغله ايجابيه يعني الام انه الانسان هو يقول انه انا ما بحب هذا الشيء بس وهي غلط، بس انه انت لانه الولد مجرد ما شاف، لانه انت بالنسبه له الام او الاب او العم والخال هدول قدوه يعني اللي بيحبهم اكثر شيء، فسلوكنا هو اللي بيقرر انه اكثر من انه انا اقول له لا هذا غلط وما بيصير وكذا، لا انا بقول له انه انا بساوي بسلوكي وهو لحاله بيتعلم هذا الشيء، لانه الانسان عن جد القدوه بيقدر ياثر بكل بتفاصيل صغيره نحن ما بننتبه لها. طيب واذا الاهل فشلوا بتحميل الولد المسؤوليه شو الحل؟ والله لازم يروحوا يلجأوا لأخصائيين صراحة، هون وقتها لازم يلجأوا لأخصائيين، لازم يفتحوا مثلا يدوروا يبحثوا يقدروا هن، يعني أنا برأيي الأهل لما ما بيكونوا هن عندهم هالمسؤولية صراحة ما بيقدروا ينقلوها. يعني أنا الأم لما بلاقيها طول النهار ما لها سائلة أو ما بتسأل ابنها شو درست شو عملت، قال بيقولوا لازم تعرفي قديش ابنك أخذ آخر محصلة له بالمدرسة، شو الشغلات اللي بيحبها شو الشغلات اللي بيكرهها، شو الرفقات مين رفيقه المميز مين استاذه المميز، اذا ما قدرت الام والاب يعرفوا هدول التفاصيل بيكون هذا اصلا ما له قدران يوصل لانه هو يقدر يغير ياثر بسلوكه على خلق مسؤوليه للولد، لانه الولد بعيد ومنفصل تماما عن اهله، فكل ما كنا قراب منه الشغلات اللي بيحبها الشغلات اللي بيكرهها نشاركه بتفاصيله، نرسم معه كثير مهم الرسم كثير جدا، هو نوع من التفريغ والتعلم باللعب كمان، اللعب كمان كثير مهم انه كمان بيفرغ مشاعره وقصصه بالالعاب، مثلا اذا الولد بيتعرض اضطهاد بتلاقيه بيصير بالالعاب بيقتلوا بعض او بيتخانقوا، اذا متعود على بيئه حنونه وكذا فبتلاقي الالعاب بيحنوا على بعض بيديروا بالهم على بعض، فكيف نحن من 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 الولد كثير مهم تراقبيه وهو عم يلعب، تراقبيه وهو عم يرسم، تروحي لاخصائيين بخصوص رسماته انه الالوان اللي عم يستخدمها اذا الوان غامقه شغله ما كثير منيحه، اذا الوان ايجابيه ومفرفحه وهيك فبيدل على شخص كتير نفسيته مرتاحة ومروقة، يعني كل ما كنا وفينا بكبسة زر ندرس هذا العلم يعني نقرأ عنه كأم، يعني أنا مثلا ما فيني دائما مثلا بجوز ما عندي اختصاصيين قريبين مني أو كذا، أو ممكن على النت فيك تتواصل يعني ناس كتير ممكن يساعدوا، يعني في ناس كتير عن جد مستعدة تقدم أي استشارة مجانية بس كرمال أنه ننهض بمجتمعاتنا يعني إن شاء الله يا رب. ويمكن قلتي كلمة بتختصر كل هيدا الحكي، الحب الخير الغير مشروط، نعلم أولادنا التشاركية ونعطيهم قد ما فينا حب نزرع فيهم كثير من الاشياء المهمه بنحصدها بعدين. نتشكرك اكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك. ولهون يا نور بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم ان شاء الله هيك يا رب بدايه سنه تكون حلوه على كل العالم، دائما يكون عندنا امل انه بكره احلى اللي جاي احسن، ويكون هيك خلينا نستمتع بكل ثانيه عم نعيشها ونقول نشكر الله على كل شيء. نهاركم حلو، بدنا نشكر مطعم اكيد فابيليتو على استضافته. نهارك حلو يا نور. نهارك سعيد ليه، وان شاء الله سنه 2021 تكون حامله لك الخير والبركه، ان شاء الله يا رب تكون سنه حلوه على الكل، ان شاء الله يا رب هيك ما بقى يبقى حدا موجوع، يا رب تكون سنه اخف الم واخف وجع على كل الناس. رحلتنا الصباحيه خلصت، الى اللقاء.